مرحبا بكم، أنا علي أركان الصحافي من قناة الجوادين، وهذه أخبار العتبة الكاظمية المقدسة، ولكن بإيجاز. نبدأها بأبرز العناوين. حضور فاعل في مهرجان عين الحياة، احتفاء خاص بالمعلم، معطرة ببركات جوادية كاظمية. العتبة الكاظمية المقدسة تستقبل الطلبة الخريجين لهذا العام. خطوات ملموسة في مشروع صحن الإمام علي عليه السلام. مشاركة مميزة للعتبة الكاظمية المقدسة في مهرجان عين الحياة الذي أقامته مؤسسة قبس للثقافة والتنمية في معرض بغداد الدولي بمناسبة ذكرى ولادة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بتوجيه من قبل الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة خادم الإمامين الجوادين عليهما السلام الدكتور حيدر حسن الشمري، العتبة الكاظمية المقدسة تستمر باستقبال الطلبة الخريجين للعام الدراسي الحالي والتبرك بزيارة الإمامين الجوادين عليهما السلام. خطوات ملموسة تنجزها الكوادر الهندسية والفنية في العتبة الكاظمية المقدسة لمشروع صحن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لزيادة المساحة الخدمية للزائرين الوافدين لهذه البقعة المقدسة. استضافت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة في رحابها محفلا خاص للاحتفال بالمعلم الذي أقامته دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في الوقف الشيعي تحت الشعار المعلم شمعة لا تنطفئ. إلى اللقاء.